اولا انا كنت حابب جدا ان انا اشكركم على الداشبورد الجميله اللي انتوا عملتوها، وانا فعلا فعلا انا مبسوط انكم شاركتوني معاكم شغلكم، وشاركتوني انكم تعملوا ازاي داشبورد، وازاي تعملوا سلايسر، وازاي تعملوا حاجات حلوه كده كتير. انا فعلا فعلا والله انا مبسوط جدا ان انتوا يعني استفدتوا على الاقل استفاده حتى لو بسيطه. زائد كمان ان انا حابب ان انا افيدكم اكتر واكتر. بجد بجد اللي انا شفته يعني في الداشبورد اللي اتبعتت لي دي، بصراحه انا مبسوط منها جدا، وموضوع جميل قوي قوي قوي. فانا حابب اشكركم جدا على مجهودكم الرائع فعلا فعلا، اللي انا فعلا فعلا يعني مش عارف اقول لكم يعني فعلا فعلا شكرا جدا ليكم. فدي اول داشبورد ليا في الحياه عموما. بشكر حضرتك جدا على المجهود الجميل اللي انت بشكرك جدا على المجهود الجميل اللي انت قدمته لنا دوت. طبعا وانا تاني مره احضر مع حضرتك طبعا تاني الكورس، تمام، بس المره دي الموضوع جميل جدا يعني مختلف عن اي المره اللي فاتت. تشرح الموضوع بتفاصيل وعندك مرونه شويه، لما حد حضرتك بيسالك في حاجه بتبدا تجاوبه حتى لو هو مش فاهم، مش قادر الحاجه مرحله مره واثنين وثلاثه. دي طبعا دي اميز حاجه في حضرتك جدا طبعا، واجمل حاجه اللي انت معانا بامانه. انا بحبك، صبري والله. شكرا يا صبري، شكرا جدا. طلب من الناس، مش الناس اللي طلبت ان حضرتك تشتغل معاهم داتا اناليسيس. حبيبي فده انا كنت بوصل لك صوت المشاكل. حبيبي يا مصعب والله، حبيبي يا جماعه، شكرا جدا ليكم، وشكرا جدا لكل الناس اللي دخلت معانا في كانت معايا كورس قبل كده ودخلت معايا في الداتا اناليسيس. شكرا جدا ليكم، وشكرا جدا لحضوركم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ريت يبقى العلم اللي انا بديه لكم ده يبقى علم فعلا فعلا تنتفعوا بيه، ويكون زياده لشغلكم اكتر. انا باذن الله انا يعني عندنا في الشركه معايا بعض التيم بتاعي، يعني هبدا اعلمهم الكورس حضرتك انت اديته لي. حبيبي يا صبري والله، ربنا يخليك. انا فعلا فعلا انا والله امانه، وهشكرك طبعا في المحاضره طبعا اللي هداها للناس ديت برضه، ومجهودك انت طبعا اولا. شكرا جدا يا صبري، شكرا. انا فعلا فعلا مبسوط منكم جدا والله، فعلا انا فعلا مبسوط، واتمنى اكون ساعدتكم في شغل كتير، واتمنى اكون يعني سهلت عليكم شغل حتى.